نبدأ بالتطورات السياسية. الرئاسة التركية أصدرت بيانا مكتوبا قبل قليل قالت فيه أولا أنه تم الرد ويتم الرد الآن بالطائرات الحربية أو جوا وبرا على مواقع للجيش السوري في عدد من المحافظات السورية التي هي اللاذقية وحلب وإدلب. هذا أولا. وثانيا كان هناك اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات أو خلال يعني الفترة الماضية، من بينها يعني الاتصال الهاتفي أو المحادثات التي جرت بين المتحدث باسم الرئاسة التركية والمستشار الأمن القومي الأمريكي من جهة، وبين وزير الخارجية التركي والأمين العام لحلف الناتو من جهة ثانية. الجانب الرسمي التركي يتعهد الآن يقول إنه سيرد بشكل قوي على هذا الهجوم الذي بحسب رأيهم يعني تجاوز كل الحدود، ويقولون إنهم سيردون على النظام السوري وعلى داعميه بحسب التعبير الذي يستخدمونه هنا الآن. وهذا يؤشر إلى الجانب الروسي على وجه الخصوص، على اعتبار أن هذا الهجوم الذي وقع في إدلب كان بمثابة رسالة يعني كبيرة جدا وموجهة من الجانب الروسي تحديدا إلى تركيا بعد فشل المحادثات الدبلوماسية التي حصلت الآن. الآن هناك خبر بأن عدد القتلى ارتفع إلى 29 قتيلا من الجيش التركي، وسبعة من المصابين حالتهم حرجة جدا. هذه آخر المعلومات أو أحدث المعلومات الآن وردت من على لسان والي ولاية هتاي التركية، حاكم ولاية هتاي. 29 قتيلة من الجيش التركي وسبعة جرحى، من بين المصابين سبعة حالتهم حرجة جدا. هذه أحدث المعلومات التي وصلت الآن. هناك حديث غير رسمي لم يؤكد رسميا الآن بأن هناك كلمة قد تكون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد قليل، ولكن هذا حتى الآن لم يؤكد رسميا. والتصور العام الآن يعني ما يحدث في تركيا الآن هو على ما يبدو أنه تحضير لإطلاق التحضيرات الأخيرة لإطلاق عملية. هل ستشهد الساعات القادمة توسعا أو توسع الرد التركي في إدلب؟ هذا وارد جدا. نعم، يعني ربما بحسب كل المراقبين والمتابعين والمحللين هنا في تركيا أن يتم الإعلان رسميا الليلة أو صباح الغد عن إطلاق العملية التي كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هدد بها، وهي عملية واسعة قد تطال يعني مساحات واسعة في الأراضي السورية ولا تقتصر فقط على منطقة إدلب، بمعنى أن تهديدات الجانب الرسمي التركي كانت باستهداف مواقع الجيش السوري في كل الأراضي السورية، وربما يستهدف في مناطق بعيدة عن الحدود التركية السورية. وبالتالي إذا ما قرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فعلا إطلاق شارة البداية لهذه العملية العسكرية وهذه المواجهة، فإنها ستكون حرب وليست عملية عسكرية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطرف الآخر سيكون على الأرجح هو روسيا، وبالتالي الأمور ستكون معقدة جدا وستكون يعني صعب جدا التنبؤ بنتائجها. سنتابع معك علام صبيحات، كنت معنا مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.